طبعا هو بيتريق، لكن الحقيقة ان كل الكلام اللي بيقوله هو الحقيقة، هو بيرمي بلاء على نفسه قبل ما الناس تقوله، فتبقى دي مادة للنقاش والحوار بالزبط. وفيديو يبقى ظريف. شفت الطريقة عاملة ازاي؟ كويس، رائع. انا ما انا ما اقدرش انكر ان هم شطار في اللي بيعملوا، عاملوا بالظبط زي اللي بيزيف الفلوس او بيزورها. في مزيف شاطر ما بيتقفش غير بعد 10 سنين، وفي مزيف خيبان بيتقفش بعد عمليه سنة. واحده فهم لسه مستمرين. لكن والله صدقني هي المساله بالنسبه لي بقت ابعد بكتير من قناه الجزيره. هي المساله بالنسبه لي انه طيب حاضر يا جماعه، هو انتوا عايزين ايه؟ انتوا شايفين نفسكم طبقا لوصف يعني الامير تميم انه الدوحه هي كعبه الحريه في المنطقه العربيه، او كعبه مش عارف المظلومين في العالم؟ انتوا شايفين كده؟ طب ما تنصفوا المظلومين اللي عندكم الاول. عامل بالظبط زي قناه الشرق وقناه مكملين يا شاهدين. انتوا طول الوقت عمالين بتتكلموا مثلا على مصر، اذا كانت الوضع في تونس مش على هوا حركه النهضه فهيتكلموا على تونس، اذا كان الوضع في السودان مش على هوا الاسلاميين فهيبقى بيتكلموا على السودان وهكذا. بس انا عندي السؤال، طب ما تتكلم حبه على تركيا؟ يعني زي ما انت كنت بتتكلم على التقرير بتاع بلومبرج امبارح الحقيقه، لما برضو شرفت بالاستضافه هنا، انه طب ما تيجوا نجيب تقريرين لبلومبرج على الوضع الاقتصادي او التحليل الاقتصادي لتركيا والمصر ونحطهم جنب بعض، او نجيب الاي ام اف، او نجيب البنك الدولي ونشوف مين فينا. وقلت نصا كده امبارح، مين فينا اللي السهم بتاعه اخضر طالع لفوق، ومين فينا السهم الاحمر نزل لتحت؟ على مستوى البطاله هتلاقيني انا احسن، على مستوى معدل النمو هتلاقيني انا احسن، انا 5.52 من 100 يعني 5.5% تبقى لكل التقارير. وطبعا جمع على راي العمله قدام الدولار هنلاقي وانخفاض سعر العمله بالظبط، انخفاض سعر العمله بتاعت الليره اللي قاعده عماله بتنزل وعماله بتنخفض لأسوأ معدلاتها خلال العشر سنين اللي فاتوا. طب ده معناه ان رجب طيب اردوغان شاطر؟ اكيد لا يعني. وده برضو سؤال، هل ده معناه أنه باني تركيا الحديثة، باني اقتصادها العظيم؟ الراجل خد تركيا في حالة اقتصادية ما وقاعد شغال بمنتهى الدأب الحقيقة على تخريب الاقتصاد التركي، بسبب بالتأكيد استبداده وديكتاتوريته، وبسبب بالتأكيد أنه هو بيحصر عملية لو صح التعبير النمو الاقتصادي جوه تركيا ممثلا بقى في الصناعة أو غيره من رافض الاقتصاد في المجموعة بتاعته. فإن لم تكن معي فالسجن بيرحب بيك. الصحافة نفس الموضوع، انت لما كنتوش معايا فانا هقفل الجورنال وهصدره. المذيعين والاعلاميين بالمناسبة تاني، ممكن لو سمحتوا يا جماعة في تركيا مكملين والشرق تحديدا يا اساتذة يا زملاء، ممكن لو سمحتوا تقولوا لي انتوا عندكم كام مذيع اتقبض عليه واتسجن وموجود في السجن دلوقتي، وكم صحفي وكم رئيس تحرير؟ طب الصحفيين الاتراك اللي هربانين موجودين عندنا في مصر، اهلا وسهلا في عينينا دي قبل عينينا دي، يا ترى هم سابوا تركيا وقاعدين عندنا ليه؟ لما انتوا هناك ديمقراطيين واحنا اللي وحشين، حرية صحافة وكل شيء، مش انتوا حلوين واحنا اللي وحشين؟ طب هو قاعد عندي بيعمل ايه؟ طب هو سابك ليه لما انت حر؟ عندنا تويته من حسام الشربجي وهو اخوانجي طبعا، هنحطها على الهواء، موجوده دلوقتي عشان نخرج من كل التحليلات والكلام اللي ملوش اي فايده. كل التحركات في مصر على السوشيال او الشارع مفيده، لكن محدش يقدر يقيس حجمها. امتى نقدر نعرف الحكايه؟ اول ما تنزل نقطه دم هتوضح كل حاجه. ده اعاده انتاج نفس المسلسل، نقطه الدم، هم عايزين نقطه الدم انتاج نفس المسلسل. احنا اللي ضربنا الرصاص، انا عايز المصاب وعايز الشهيد وعايز اشيل نعوش واقول شفتوا شهداء ثورتنا العظيمه وما الى ذلك. مش عارف انت شفت التويته بتاعت الحريه والعداله اللي هي صديق بعتها لي، فعملها حتى سكرين شوت عشان اعرف اشوف. فالحرية والعدالة بيتكلموا على انه رجب طيب اردوغان يبارك وثورة الشعب المصري المجيدة ويهنئهم بثورتهم العظيمة، وبيقول لهم كملوا الحراك ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طيب ادي الاخوان وادي رجب طيب اردوغان وهلم جرة. طب ما تشغل نفسك بس بتركيا حبة. لا ازاي، هم مشغولين بينا احنا، يعني ما عنديش مشكلة انك تتكلم عني، حاضر اتكلم بس في اطار الواقع. وانا كمان لما هتكلم عنك انا كمان في اطار الواقع بالظبط، مش هفتري عليك يعني.